النهاردة هنحتفل مع حضراتكم بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراقية رجاء الجداوي، أيقونة الفن والأناقة واللي أضاءت الساحة الفنية بإطلالاتها الساحرة وأعمالها الخالدة. من بداية مسيرتها في عام 58 قدرت الأستاذة رجاء الجداوي أنها تترك بصمة لا تنسى على الشاشة الكبيرة والصغيرة كمان من خلال أدوار متنوعة واللي تألقت فيها جدا يا بسنت. يمكن من ألطف الأدوار اللي كانت بتعملها في بدايتها قوي، وإن هي كانت بتبقى موديل في الأدوار دي، واللي يمكن ناس كتيرة أكيد عارفة إن هي كانت قبل ما تمثل كانت كمان عارضة أزياء، وكانت دي لسه فكرة جديدة عند المصريين. هي يمكن كانت من رواد الفكرة دي، أيقونة في اللبس، أيقونة في الرقي زي ما أنت كنت لسه بتقول يا شاذلي. يعني كانت دايما لما تطلع في أي لقاء ليها كانت طريقة كلامها كده تدرس، بالظبط. يعني ده بقى الفن وده القوة الناعمة بقى لما تبقى فعلا مؤثرة. النهاردة طريقة الكلام عاملة إزاي، طريقة القعدة عاملة إزاي، طريقة لما تيجي تحكي على زمايلها حتى كانت بتبقى عاملة إزاي. ربنا يرحمها، كانت حياتها مليانة بالإبداع والجمال، ومسيرتها الفنية شكلت جزء مهم جدا من تاريخ الفن العربي، سواء في سياق الدراما أو على السينما. مثلت أدوار كتير جدا مؤثرة فينا ومؤثرة في الجمهور المصري والعربي بشكل عام. خلونا نشوف مع بعض كده محطات مهمة في مسيرة الراحلة رجاء الجداوي. اظبطوا ساعتكم، واحدة ونص تمام بيجي ياخدها. يعني وانا قلت لي مبروك ولا حاجة؟ انتي مش واخدة بالك ولا ايه؟ تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا تاركة خلفها إرثا فنيا كبيرا. هي الفنانة التي ستظل تذكر بأناقتها وجمال إطلالتها. حرام عليك اللي بتعمله فيها ده، طوع ده يتيم. ولدت رجاء الجداوي في مدينة الإسماعيلية عام 1934، ومع مرور الوقت انتقلت مع شقيقها الأكبر إلى القاهرة حيث التحقت بمدارس الفرنسيسكان وتعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة. بدأت حياتها العملية في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ولكن سرعان ما أصبح لها مسار مختلف تماماً. هل يوم تكتشف أنك أنت حبيتي واحدة ما عندوش استعداد أن يقضي بقية عمره معاكي؟ في عام 1958 حصلت رجاء على لقب ملكة جمال القطن المصري، وهنا كان بداية انطلاقها إلى عالم الفن والموضة طوال مسيرتها. وكانت دائماً تخطف الأنظار بأناقتها ورقتها في اختيار ملابسها لتصبح أيقونة في عالم الأزياء لا تقل شهرة عن نجوميتها الفنية. وفي نفس العام بدأت رجاء مسيرتها الفنية بفيلم غريبة، ومن هنا بدأ تألقها الذي استمر لأكثر من 6 عقود، وقدمت خلال هذه المسيرة الطويلة أكثر من 300 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون، وتنوعت أدوارها بين الكوميديا والدراما، مما جعلها من أهم النجمات على الساحة الفنية. أنا زهيرة أخت الحناوي، وما فيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. وقفت رجاء الجداوي أمام العديد من عمالقة الفن وشاركت في أفلام خالدة مثل إشاعة حب والبيل بواب وحنفي الأبهة، كما تألقت في التلفزيون في أعمال مثل عائلة الحاج متولي وجراند أوتيل. ولم يكن المسرح غريباً عليها، حيث شاركت مع عادل إمام في مسرحيات مشهورة مثل الواد سيد الشغال والزعيم لتحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة. ضرية هات المأذون. مش هنعمل ليلة حلوة بقى لمؤذن؟ ليلة حلوة بقى لمؤذن، ليلة حلوة بقى ونجيب اسمه اللي بيغني. مين ده؟ الموت بالعاطفي سيد أزية. مين؟ سيد أزية. إيه سيد أزية ده؟ أخو الراقصة الموقرة نعيمة مسخرة. إيه ده بتاع مين دي؟ ولاد الحاج زينهم راجع لورا. يا ستي مين دول؟ وعلى الصعيد الشخصي تزوجت رجاء من حارس مرمى منتخب مصر السابق حسن مختار عام 1970، وكان زواجهما مثالاً للاستقرار والسعادة، وأنجبا ابنتهما الوحيدة أميرة. وعاشت رجاء الجداوي حياة أسرية مستقرة مليئة بالحب والسكينة بعيداً عن الأضواء، وظلت دائماً تجمع بين النجاح المهني والتوازن العائلي حتى رحيلها في 5 يوليو عام 2020، لتترك خلفها رصيداً فنياً كبيراً لا ينسى.